كشف الطبيب المعالج الفنان الراحل فاروق الفيشاوي لأول مرة عن تفاصيل حالته الصحية في الفترة الأخيرة من حياته، وكذلك السبب المباشر لوفاته، بالإضافة إلى حديث عن كواليس أيامه الأخيرة بالمستشفى. وقال الطبيب حمدي عبد العظيم الذي كان يتابع حالة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي إنه تعرف على الفنان الراحل في وقت مرضه في الفترة الأخيرة، وكان معجبا بشجاعته ومواجهته للمرض وإصراره على التغلب عليه، وأكد لمس ذلك حقيقة عند تعامله مع الفيشاوي وليس مجرد كلام للجمهور فقط. وكشف الطبيب عن السبب الرئيسي في وفاة الفنان فاروق الفيشاوي وقال إنه تعرض في الأيام الأخيرة لمرض مركب بعد إصابته بتلف وورم كبدي لدرجة متأخرة نتيجة التهابات فيروسية، وقال إنه كان يستجيب للعلاج في البداية ولكن مع الحالة المتأخرة للتليف بدأت حالته في التدهور وهي السبب المباشر في وفاته. وأحزن خبر رحيل الفنان فاروق الفيشاوي الجمهور والوسط الفني بعد صراع له مع مرض السرطان والذي أعلن إصابته به في نهاية العام الماضي قبل أن يرحل منذ يومين عن عمر ينزل 67 عاما بسبب تدهور حالته الصحية، ومن المقرر إقامة وجب العزاء الأحد المقبل بعد تشييع جنازته أمس.